يعني الكاميرات كمان هي الأحدث. طريقة التصوير من الكاميرات يعني اللي بتسموها إيه اللي هي الطائرات بتحملها دي التقنية اللي لها اسم. لا لا حالة تانية. ليه؟ أنت أبدعت في الطريق الدولة، يعني ما رحتش وكأنك مقلد وفقط، أنت جبت النسخة الدولية وطبقتها على أرض مصرية. محدش بقى ابتكر طريقة جديدة لقصر النجيل. فأنت عندنا هنا نحن نحتاج لهذا النوع. عندنا زي ما في جرافيتي وفي لوح، يبقى في لوح مسجل خطر وانتد ما يخشش الملعب. هذا ما يحافظ على الجمهور العظيم، لأن دول بقى اللي بيبقوا قلة زي ما أنت قلت يا أستاذ. الإعلاميين تفتكر تواجدهم وتغطيتهم للفعاليات اللي بتحصل جوه الإستاد ممكن يكونوا بيطلبوا إيه يا أستاذ عصام؟ ده النسر مرة تانية زي ما حضراتكم شايفينه، نسر الأهلي، ونسر ده على فكرة مش موجود في حفل الافتتاح بس، ده هيكون موجود في معظم المباريات المهمة للنادي الأهلي. مع كل مباراة هتجدوا النسر ده موجود، زي كريستال بالاس، زي اعتقد بنفيكا، اعتقد بنفيكا عنده نسر، بنفيكا وكريستال بالاس، كريستال بالاس برضو، ولاتسيو كمان عنده، ولاتسيو لاتسيو والله ممكن يكون لاتسيو، انا شفته في لاتسيو وكريستال بالاس مش فاكر بقى النسر بتاع مين عشان ما يطلع اللي انا متاكد منهم على حتى الشعار بتاعهم موجود نسر، هو بنفيكا البرتغالي ولاتسيو الايطالي، وان كان بنفيكا نسر برضو اسود، لاتسيو اذا ما خلتنيش الذاكره يعني كان نسر ذهبي. اه صح مظبوط.